وإلى منافسات أخرى رياضية خاضها شباب الكويت متوجين اسم البلاد في المحافل الدولية. تغريدات منصة تويتر تداولت خبر حصول البطل بدر العجيري على الميدالية البرونزية والمركز الثالث، وذلك ضمن فئة وزن 74 كيلوغرام في منافسات البطولة الآسيوية للقوة البدنية والتي اختتمت أمس الاثنين في دبي. تهاني وتبريكات أطلقها المغردون للعجيري فور حصوله على المركز الثالث، مشيدين بفوزه المستحق في لعبة حديثة في الكويت.